السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مكبوس الدجاج بالفراخ اللي انا عملتها، ويلا نشوف المقادير بتاعتنا. معايا طبعا الفرختين او الديك والفرخة اللي انا نضفتهم، ومعايا طماطم عصرها وملح وتوم وبصل، ومعايا ورق لورا وليمون ناشف وفلفل اسمر وبهارات مشكله، ومعايا قرفه مطحونه. هو المفروض كنت احط قرفه خشب بس ما عنديش، وحبهان وزعتر. ويلا نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو سمحتم، فضلا وليس امر. دلوقتي اول حاجه حطيت 3 معالق كبار زيت، وبعدين احط البصله. بسم الله. دلوقتي هقلب البصله. انا طبعا مش هحمرها لان انا هعمل فيها فراخ شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. والثوم كنت هحط الثوم كله. وهحط البهارات. ودي الفرخة الأولانية. بسم الله. ودي الفرخة الثانية. دلوقتي هقلي الفراخ الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط المية. بسم الله. طبعا يا فراخ بلدي هخلي المية زيادة شوية عشان الفرخة دي كبيرة ممكن تاخد وقت في السوي. والملح هحطه بعد كده. ايه هشوف. وهغطي واسيبهم لما يستووا، وهعمل الصلصه اللي احنا هناكلها جنب الاكله دي. والوقت جبت الحله الثانيه وحطيت فيها معلقتين زيت، وهحط فيها بقيه الثوم اللي عندي. دلوقتي الثوم بقى لونه ذهبي، هحط عليه الطماطم. وبقيت الملح اللي عندي وفلفل اسود وكمون وشطة وبعدين اسيبهم على نار هادية لحد ما الفراخ تستوي. ودلوقتي الفراخ استوت، هطلعها عشان احمرها. وهجيب الرز يعني الغطا وقع. عادي يا جماعة بتحصل. ودلوقتي هحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي ما شاء الله الرز بتاعي استوى وخلص. وهجيب الفراخ احطها عليه واحط عليها فحمان. ودي الفراخ بتاعتي بعد ما خلصتها. واحط
نقطه زيت على الفحم بتاعي واغطي عليه وبعد كده هغلي. وده الشكل النهائي للغدا بتاعنا النهاردة، ودي الصلصة اللي انا عملتها جنبه. ده المكبوس بالدجاج وده مخلي اللي انا عاملاه في البيت. واتمنى منكم الاشتراك في القناة والدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.